أخبار عن صلح نارين بيوتي وأصال المالح ولقائهم في حفل مينا أوردز، شاهدوا المزيد من التفاصيل. انتشرت بالأمس عدة أخبار عن لقاء عائلة أناصالة مع نارين بيوتي في حفل مينا أوردز، من خلال صورة نشرها الإعلامي أحمد قاسم، حيث ظهرت عائلة أناصالة خلفه تتحدث مع أحدهم، وشك المتابعين أنها تتحدث مع نارين بيوتي من خلال ظهور جزء من فستانها، وأيضا لتواجدها في نفس ذلك المكان في تلك اللحظة أثناء أخذهم صور مع الإعلامي أحمد قاسم. وما عزز هذا الخبر هو أن أنس مروى قام بعمل لايك على آخر بوست نشره أخ اليوتيوبر نارين بيوتي شيرو على صفحته بالإنستغرام. رأيكم بخصوص هذا الخبر، وهل تتوقعون أن هناك صلح بينهم؟ ويذكر أيضا انتشار أخبار تفيد عن خلاف يجمع أصالة المالح مع نارين بيوتي بسبب عدم عزيمة نارين لعيد ميلاد أصالة المالح.